السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسر عبد الله خويطر بثالث ثانوي دار التعليم عنيزة. التحقت ببرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين. التحقت بعدة برامج معه، برنامج ستم متوسطة وعدة دورات أخذتها مع المدرسة، دورة القائد الإبداعي قائد المستقبل. والآن التحقت بالبرامج الصيفية بوحدة التشفير. البرنامج يستمر 3 أسابيع، 5 أيام 5 أيام، 15 يوم بالمجمل. بالبرنامج نتعلم عن الشفرات من أول الشفرات إلى آخرها، طريقة عمل الشفرات. أخذنا عدة شفرات كبدائية ولا شفرات معقدة الجديدة اللي تستخدم بالوقت الحالي. صراحة البرامج لها فائدة كبيرة جدا. أنا أول ما سجلت في البرنامج ما كنت متوقع يعني شيء منه، لكن صراحة يعني من أول يوم ثاني يوم تغيرت نظرتي للبرنامج بشكل كامل. وكتجربة أولية البرنامج صراحة برنامج رائع جدا. يعني أنا أطلع للي بيصير البرامج الثانية بالمستقبل.